بيسميها بس، لكن احنا الزهر قديم زمان كان يعني اللي عايز يعمل زهر بيطلع الطاقة اللي جواه في الزهر. والزهر ولا دجل ولا شعوذة، لان هو زي موسيقى روحانية مش زي ما الناس بتقول خالص. لا ده حاجة يعني روحانية، يعني لمسة أرضية، مش عارف ايه، زي شوف كأنك في الديسكو، انت كأنك في الديسكو بالظبط. انت بتطلع طاقة عندك سلبية، انت ما بيرقصوا هما نفس الحكاية كده. ان انت هنا وسامع آلات عمرك ما هتسمعها في المزيكا العادية اللي انت بتشغلها كل يوم في العربية، او الاغاني اللي احنا بنسمعها كل يوم. انت بتسمع حاجة جديدة عليك، بس هي جواك، هي منك، انت مصري، ده تراث، دي الناس اللي بتجسدك.